بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج كامتازيا استوديو من برامج قوية جدا في التعديلات على الفيديو. دلوقتي لو انا عايز ابدا اعمل ملف جديد هقول له كنترول نيو. دلوقتي انا هبدا اعمل ملف جديد، ممكن اشغل التسجيل اقول له ريكورد ذا سكرين وابدا اسجل اي حاجه تحصل على الشاشه زي ما انا عامل دلوقتي. دلوقتي مثلا فرض ان انا عايز ادخل ملف صوت واحط عليه شويه صور، هقول له دخل لي الصور ديت. تمام، عايز ادخل صوت، عايز ادخل ملف صوت، ادخل ملف صوت اهوت. تمام، طيب هبدا احط ملف الصوت، اقول له اد تو تايم لاين. تمام، ممكن ادخل اعدل الصوت، اعليه زي ما انا عايز، اشيل اي تغطية موجوده، واجي هنا مثلا على الصور ديت تبدأ اضيف صور. مثلا عايز اضيف شوية صور دول، اعمل عليهم سيلكت واضيفهم للتايم لاين. عايز ابدأ اكبرهم زي ما انا عايز، اقدر اتحكم فيهم. ممكن اعمل تأثيرات انتقالية بينهم. بالشكل دوت. تمام، ممكن أضيف زي ترجمة، أجي هنا ألاقي كابتشن. ممكن مثلا هنا عايز أضيف كلمة معينة، أبدأ أقول مثلا بيم عربية، فلاقي الترجمة بتظهر تحت اهيت. بعد كده اللي بعديها، تمام، فتلاقي الترجمة، أقدر أسحب زي ما أنا عايز، أعدل في التوقيت زي ما أنا عايز، تظهر من وقت كام لوقت كام. تمام، لو في اي ترجمه ممكن نعمل لها امبورت او اكسبورت بحيث تصدرها او اصورها من اي برنامج تاني. تمام، تبقى الفيديو هو فيه الترجمه وبعد كده تتغير، والصور برضه تتغير، وفي مؤثرات تحصل للصوره وهكذا. في عندي برضه شويه مكتبه فيها شويه مؤثرات تضيفها بتبقى قويه، حاجه زي كده مثلا. اي واحد فيهم تقدر تقول له اد، وتقدر تيجي هنا تعدل التكست اللي موجود. بعد كده خلصت خالص اقول له ابدا صدر لي، ببدا اشوف الامتداد اللي هصدر عليه. تمام، اقول له كاستم وابدا اختار، ممكن تصدر ام بي 4، دبليو ام في، ام او في، زي ما انت عايز. انا بفضل ام بي 4، وأقول له بعد كده نكست. ده أنا بحس يقدر يعمل لك ملفات جنب الفيديو، أشيلها خالص، بحس لو أنت عايز حاجة زي الفلاش كده فبشيلها. بعد كده بحط الووتر مارك، تقدر تعمل ريفيو، تقدر تختار صورة تانية غير الصورة ديت، وليكن مثلا أي صورة تقدر تختارها. نعم، الشكل دوت تقدر تطلعها، تنزلها زي ما انت عايز، تكبر الحجم، تصغره، تعمل، تخلي فيه حاجة انتقالية كده شفافة. تمام، بعد ما تخلص هتقول له نيكست. تبدأ بقى تكتب الاسم الفيديو أو الحاجة اللي انت عايز تصدرها، وعايز تصدرها فين، وخلاص على كده تقول له فينش، يبقى كده الفيديو بتاعك جاهز.